بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن يقول إنه من غير الممكن عقد اتفاق مع نظام الأسد لتسليمه اللاجئين السوريين في تركيا. الدفاع المدني السوري يعلن إخماد عدد من الحرائق في الشمال السوري في جرابلس شرق حلب وسرمدة بريف إدلب ومخيم كل بيت بريف إدلب. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل أكثر من 14 ألف شخص تحت التعذيب في سوريا خلال الفترة الممتدة من آذار 2011 وحتى حزيران الحالي. الهلال الأحمر التركي يسلم نحو 900 منزل من الطوب لعائلة سورية نازحة في منطقة كفرلوسين بريف إدلب الشمالي. مقتل 42 عنصرا من قوات النظام وإصابة 30 آخرين خلال 11 هجوما لتنظيم الدولة في البادية السورية منذ بداية شهر حزيران الجاري وفق صحيفة المدن. صحيفة الوطن الموالية تكشف عن رفع جديد لأسعار الألبان والأجبان خلال الأسبوع الجاري بسبب عدم توافر مادة المازوت في سوريا.